السلام عليكم الإخوان والأخوات، ومرحبا بكم في هذا الفيديو هذا الجديد، ومرحبا بنا عندكم بعد هذا الغياب هذا الطويل اللي كنت غبت عليكم. الحلقة ديال اليوم الإخوان غادي نهضروا على الشمعات ديال البريشوفاج، الأعطال ديالهم، الأعراض ديال التلف ديالهم، إلى مشاو ليا شنو هو المشكل اللي غيكون عندي في السيارة ديالي، وأش من البوجيات اللي صالحين ليا، وإلى آخره. اليوم جابتها الوجيبة، غادي نصيفطوا بوجيات ديال البريشوفاج لواحد السيد، فهو قريب لينا غير من هنا من مدينة الناظور، حاجة كاليتي ان مود ان جيرمانيا، ها الريفيرونس ديالهم، ماشي من هذاك الشيء المزور. المهم الإخوان، قبل ما نبداو هذا الفيديو، اللي بغى شي قطع غيار ديال السيارات، رانا كنديروا بيع قطع غيار السيارات، ما عليكم فقط إلا تواصلوا على هذا الرقم اللي غيبان لكم هنا في الشاشة، وكنديروا الإرسال جميع أنحاء المغرب. هانتوما اللي كاين هنايا في البياسة اللي مطبوع هنا، ها هو مطبوع هنايا بيه بالريفيرونس ديالو بكل شيء، حاجة اللي هي أوريجينال. نديرو هكا باش نفوكسي لكم باش تشوفو، هاهي كل شيء مطبوع هنايا بيه بالريفيرونس ديالو، مود إن جيرمانيا، كتركب البوجية وكتمشي ترتاح، ماشي من هادوك المزورين. وباش كتأكد من البوجية أنها هادو ريجين أو لا، ها السيت ديال البياسة، كدير السيت ديال البياسة وكتدخل كتطبع هاد الريفيرونس اللي كاين هنايا في الباكية، وباش كتأكد بأن هاد البياسة هادو ريجين، كتشوف هاد الريفيرونس اللي كاين هنايا في الباكية والمعلومات اللي كاينين في الباكية، كتولي تحيد البوجية هكا وكتشوف هنا المعلومات اللي كاينين هنا، نفس الريفيرونس ديال البياسة اللي غنعطيك كتلقاها في لومبالاج، غتلقاها هنا، كتدخل كطابي هاد المعلومات في السيت ديالهم، كطلع لك البياسة واش دوريجين أو مزورة وإلى آخره. والناس اللي تعاملوا معنا راه عارفين كنجيبو الكاليتي، ما كنجيبوش الحاجة المزورة. عموما غنبقاو في الموضوع ديالنا، هاد البوجيات ديال البريشوفاج، هاد البوجيات ديال البريشوفاج أو الجلو بلوك، شنو هو الدور ديالهم في السيارة وعلاش خاصهم يكونوا في السيارة؟ أول حاجة، المحركات فيهم جوج ديال الأنواع، كاين محركات ديال الديزل وكاين محركات ديال البنزين. المحركات ديال الغاز غنخليوهم أبار جي بي إل، فهما بحالهم بحال المحركات ديال ليسونس. البوجة اللي كتكون في المحرك ديال ليسونس شنو الدور ديالها؟ الدور ديالها تعطينا واحد الشرارة باش الموتور كيعطينا واحد الديبار اللي هو متكامل، والتيراج الطوموبيله كتمشى. الديزل عكس ليسونس، المازوت عكس ليسونس. المازوت شنو كيبغي من الديبار ديالو؟ كيبغي الهواء زائد السخونيه، الهواء زائد السخونيه زائد الضغط في واحد الحراره طالعه، باش كيجي الديزل كتشعل هذيك العافيه والموتور كيبدا يتمشى. هنا فين كيجي الدور ديال هاد الشمعات ديال البريشوفاج. المحركات، كل محرك وشحال فيه من سلندر، 3 سلندر 3 ديال الشمعات ديال البريشوفاج، 4 سلندر 4 ديال الشمعات نتاع البريشوفاج، 5 سلندر 5 ديال الشمعات ديال البريشوفاج، 6 سلندر 6 ديال الشمعات، 8 سلندر 8 ديال الشمعات، ونتايا طالع. اجيو دابا باش نشرح لكم بالتدقيق الممل هاد الشمعات ديال البريشوفاج كيفاش كيديروا يخدموا وعلاش خصهم يكونوا في المحرك. اول حاجه، الا كانت عندنا غير الشمعه جبناها وركبناها فقط، واش غتخدم؟ الا اش كيخصها؟ كيخصها الضوء. الضوء اللي كيخصها شنو؟ كيخصها زائد وكيخصها ناقص. فين هو زائد؟ الزائد ها هو، كنلقاو هاد الحاجز هذا او هاد الحاجب هذا، ها هو بالكحل، هذا بالكحل باش ما يوقعش لينا واحد التماس او الالتماس هنا، هذا هو الزائد، ها هو هذا هو الزائد، كيركب هنايا الكابلي وكتولي تزير عليه او كتدخل الراس ديريكت. وفين هو الناقص؟ الناقص هو هذا، هاد الجسم هذا من لهنايا لتحت كامل هو الناقص. الناقص منين كيجي؟ كيجي مع الحائط ديال الكيلاس، ياك ملي كيتزير هكا، هذا هو ناقص وهنا كيجي زائد.
الكهرباء وصلت لينا لهذا البوجي هذا. واش هذه الكهرباء كافيه؟ نعم كافيه باش البوجي كيشعل. المنطقه اللي كتشعل في البوجي باش كتسخن لينا الشومبره ديال الاحتراق شنو هي؟ هي هذه نديرو هكا الفوكس باش يبان لكم هذه المنطقه هذه. من لهنا لهنا، من لهنا لهنا كتشعل كتولي حمراء باش كتعطينا واحد السخونيه في القلب ديال السلندر الداخل، باش ملي الهواء يدخل غادي يسخن فواحد الدرجه ديال الحراره اللي هي عاليه، وما حدو كيتضغط الدرجه ديال الحراره ديال داك الهواء كتزاد، عاد باش كتجي ديك الرشه ديال الديزل كيوقع بوف واحد الاكسبلوجر، وديك الساعه كيوقع واحد الاحتراق او الاشتعال والى اخره، وكيوقع واحد الاندفاع في المحرك باش كيتمشى البيستون كيتدفع لتحت والكرانك كيدور، وهذاك الكرانك ملي كيدور كيدور لينا كيحول لينا ديك الطاقه الحراريه للفلاي ويل، ومن الفلاي ويل كدوز للكلاتش، ومن الكلاتش كدوز للترانسميشن، ومن الترانسميشن كتخرج للعجلات عبر الكاردات. تفهمنا دابا هاد الكهرباء اللي كدوز لهاد البوجي ديال البريشوفاج منين كتجي؟ كتجي من البطاريه، وهاد البطاريه هادي فين كتصرف لينا هاد الكهرباء هادي؟ واش كتجي ديريكت للبوجي؟ الا هادي هي اللي خصكم تفهموها. الا جات الكهرباء ديريكت للبوجي والبوجي غيبقى شاعل على طول، البوجي غيتصوطها غنبقى خدام عليه، غنبقى خدام على البوجي، بدل البوجي جيب البوجي، بدل البوجي جيب البوجي. اوكي البوجي كيكون عنده واحد الكالكيلاتور ديالو خاص او واحد تايمر، كل واحد كيفاش كيسميه، كاين اللي كيسميه بوبينه، كاين اللي كيسميه كالكيلاتور، كاين اللي كيسميه تايمر. الله اكبر على الحق، احتراما للاذان غنوقفوا الفيديو ومن بعد نكملوا. ودابا غنكملوا الفيديو ديالنا الاخوان والاخوات. قلنا هاد البوجيات هادو منين كيجيهم الضوء؟ كيجيهم من البطاريه. اذان اخر كيودن، غنوقفوا الفيديو. قلنا هاد البوجي هذا الاخوان كيفاش كيدير يخدم؟ كيتحكم فيه التايمر، كيجي الضوء من البطاريه، وهذيك البطاريه كيولي يتحكم فيها، او هاد البوجيات كيولي يتحكم فيهم هذاك التايمر. هذاك التايمر كاش كيدير؟ كيقطع الضوء على هاد البوجيات. مثال فاش كنجي ندير امارش والموتور بارد، هاد البوجيات التايمر كيعطيهم الضوء واحد المده ديال 30 ثانيه او 40 ثانيه او 50 ثانيه. ملي كيحس بالشومبرات سخنو كيولي يقطع الضوء على البوجي. الا ما قطعش الضوء على البوجي اش غيوقع لنا؟ غادي يوقع للبوجي الاحتراق، البوجي غادي يتشوط، ولا تشوط لينا البوجي غادي نبقاو دائما خدامين عليه. اجيو دابا نهضروا على الاعراض ديال التلف ديال البوجي، وكيفاش نعرف البوجي واش خدام او مصوطي، وفوقاش خلصني نبدل البوجي، ولا ما بدلتوش شنو غيوقع عندي. اول حاجه اجيو نتعرفوا على الاعراض ديال التلف ديال هاد البوجي. البوجي ملي كيكون عندي مصوطي او شي شومبرا فيها بوجي مصوطي، اش كيوقع ليا؟ الطوموبيله ما كتبغيش دير ليا امارش، دائما رانا في اطار الديزل، الطوموبيل ما كتبغيش دير لي امارش، الطوموبيله كتعطل في الامارش. هذاك الليكوي او هذيك البوله اللي دايره هكذا سلك يعني مدور، كيكون بالليموني ما كيبغيش يطفى، حتى الدرجه ديال الحراره ديال الموتور كطلع كتوصل 75 او 80، عاد باش هذاك الفوايون او كيف ما كتقولوا له ديك البوله الحمراء او الليمونيه كتولي كطفى، دائما كتكون شاعله في الطابلو. غنخلي لكم تصويرتها هنا باش غادي تشوفوها. المشكل الثاني ملي كيكونوا عندي البوجيات مصوتين، الطوموبيله ملي كدير امارش الا بعد واحد الصعوبه وكتولي الطوموبيله تكونسومي ليا المازوت، والطوموبيل كتولي دير ليا الدخان كحل من الاكزوست، كتولي الاكزوست كتخرج ليا دخان كحل اللي هي الشاطمه او الشاقمه او شي حاجه بحال هكا. في بعض الاحيان الطوموبيله التيراج ديالها كيقل. علاش التيراج ديالها كيقل؟ كيقل التيراج ديالها حيت كتكون الشومبره فازقه. ملي كتكون الشومبره فازقه وباش كتفزق؟ كتفزق بالمازوت، حيت المازوت بارد والموتور باقي ما سخن، هنايا الهواء بارد حتى هو دخل، الشومبره بارده، المحرك ديال السياره كيولي يدردق،
والتيراج ديال الطوموبيله كيقل والطوموبيله كتولي دير ليا دخان كحل مع الاستهلاك ديال الديزل. هاد البلانات دابا تعرفنا عليهم. كيفاش ندير نعرف البوجي عندي مصوتي؟ فهو سهل جدا. الاشاره الاولى هو هذيك الفوايون اللي كيشعل لك هكا بالليموني كتبقى عندك شاعله، كتعرف بانه عندك خلل، ولكن ماشي من اولها الحكم على البوجي. دائما كنشوف الريلي، الفيوزات، الكابليات، التايمر، الكالكيلاتور، واش كيدوز ليا الضوء للبوجي. ديك الساعات كنمشي كنحيد البوجي وكنعبرو في البطاريه، او الى عندي لا ميتريكس كنعبر البوجي بلا ميتريكس او الافو متر. هذه اول حاجه. بغيت نعبر البوجي نحيدو ونعبرو، كتحيد البوجي كدير له واحد الكابلي هنايا، كتمشي للبطاريه كدير هذا الكابلي في الزائد، وهذا الجسم هذا كتحطو على ناقص، وكتشوف هذه البلاصه هذه كلها واش كتشعل، كتولي حمراء او لا. كانت كتولي حمراء اللي هي ليمونيه قاطعه، كتعرف بانه البوجي خدام. كانت ما كتعطيش، يعني هنايا ما كتشعلش بالليموني، كتعرف بانه البوجي مصوتي. ولا كانت كتشعل ناقصه، كتعرف بان هذا البوجي هذا راه ما مزيانش. البوجي فوقاش خاصني نبدلو؟ من الاحسن، من الاحسن كل 60,000 كيلو تمشي تبدل البوجيه ديالك. 60,000 كيلو تمشي تبدل البوجيه ديالك بالنسبه للبوجيات اللي كيكونوا دوريجين. البوجيات اللي كيكونوا عاديين غير تضرب 20,000 30,000 كيلو سير بدل البوجيه ديالك. وثاني حاجه، دائما دير المازوت من ستاسيون اللي كيكون معروف، حيت حتى المازوت الا كان ما مزيانش او كان فيه الزيت او كان فيه الماء كيولي يضرب لينا البوجي من هاد الجوايه ديالو اللي كيكونوا كيطلوا لينا من الجهه ديال الكيلاس او الحائط ديال المحرك. وصلنا لنهايه الفيديو، واسمحوا لي نسيت شي حاجه، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.